طيب فكره الروتيشن اللي كنت بتكلم عليها واللي ظهر في الثلاث مباريات اللي فاتت والتحضير لمباراه الوداد فيها كلام مهم جدا، واحنا متعودين معاكم دايما في البرنامج الترند بنشوف السوشيال ميديا بتطرح ايه. ناس بتتكلم على الاستحواذ، الاهلي عمل استحواذ كبير امبارح كان متخطى حوالي 80%. ناس بتتكلم على عدد التمريرات، الاهلي ممكن يوصل ل 600-700 تمريره وده ما كانش بيحصل في السنوات السابقه. الروتيشن اللي تم في مباريات الدوري والتحضير للقاء الوداد، كل ده هنعرفه من زميلنا وصديقنا دكتور احمد ثابت المحلل الفني لقناه الاهلي. دكتور احمد مساء الفل. مساء الخير عليك يا محمد، ودايما متالق كده. الله يخليك، قول لي بقى تحليلك الفني والرقمي ومن خلال متابعاتك للفتره الاخيره مع كولر، اداؤه في اللقاءات الثلاثه في الدوري والتحضير لمواجهه الوداد باذن الله. بالتاكيد كانت مرحله صعبه مرحله الثلاث مباريات دول، لان انت داخل دايما بتقول ان قبل اي نهائي كبير بتبقى المباراه اللي قبل اي نهائي كبير دي بتبقى اصعب مباراه. كولر تعامل بذكاء جدا مع الثلاث مباريات، اولا احنا كسبنا الثلاث مباريات، ده الفوز السابع على التوالي وده الثلاث مباريات كسبتهم. اتعامل بذكاء ازاي ان هو قدر ان هو يعمل روتيشن في مباراه طلاع الجيش، ريح الاساسيين. مباراه سيراميكا الناس لما شافت التشكيل امبارح استغربت شويه ان هو بادئ بالاساسيين، ولكن ده الصح. صح ازاي؟ ان انت لازم تحافظ على رتم المباريات للعيبه الاساسيين، ان انت فاضل 7 أيام أو 8 أيام على النهائي، فانت لو ريحتهم كمان اكتر من كده هيبقى اللعيب الاساسي بقاله اكتر من 10 ايام ما بيلعبش، وبالتالي لازم تحافظ على رتم المباريات. الحمد لله بعد الفوز ده انت دلوقتي يا محمد بقيت الاكثر نقاط طبعا متصدر الدوري، فاضل بس 5 فوز أو 5 توصل ل 15 نقطه في حاله عدم تعثر بيراميدز، انت خلاص تحسم الدوري والدوري يرجع لبيته. اول حاجه انت الاكثر نقاط، يعني لو استعرضنا حتى ترتيب الجدول هتلاقي النادي الاهلي الحمد لله 60 نقطه، الاكثر فوز ب 19 فوز، اقوى خط هجوم ب 45 هدف، اقوى خط دفاع استقبل 7 اهداف بس، الاكثر كمان كلين شيت 17 مباراه شباك نظيفه، النادي الاهلي بلا اي هزيمه في الدوري. يعني انت بتتكلم بقى على المكاسب والارقام، النادي الاهلي امبارح بعوده الاساسيين تحديدا محمد عبد المنعم مرحله البناء الاولى ومروان عطيه، انت امبارح استحواذ النادي الاهلي رجع ل 70% 70% مقابل 30% لسيراميكا. التمريرات 658 تمريره للنادي الاهلي منهم 573 صح مقابل 280 تمريره لسيراميكا. ده بياكد ايه؟ بياكد ان عوده مروان عطيه في وسط الملعب، عوده محمد عبد المنعم، عوده اللعيبه بيرسي تاو وحسين الشحات على الاطراف، ووجود كهربا كان مهاجم وهمي بتدي شكل وبتدي. كنا دايما بنتكلم في مباراه مثلا انبي ومباراه الترجي ان النادي الاهلي كان بيعدي 700 تمريره، وان بدانا نشوف شكل ورتم وعدد تمريرات كتير للنادي الاهلي. وبدا مارسيل كولر في المباراه الاخيره تحديدا بعد هزيمه مباراه سان داون، كولر تحول تماما، اولا اصبح اكثر واقعيه، بتتكلم ان انت في 14 ماتش بعد ماتش سان داون 13 فوز وتعادل ماتش مع الرجاء في المغرب 0-0، من ال 14 مباراه دول كمان 13 كلين شيت. فانت بتتكلم ان هو عاجبني بصراحه مارسيل كولر، اولا في التحضير البدني زي ما قلت لك للمباراه النهائي ان انت كتمت باللعيبه الاساسيه عشان تحافظ على رتم الماتشات، وفي نفس الوقت برضو التحضير النفسي. التحضير النفسي ازاي؟ تصريحاته بعد المباراه، تصريحات ذكيه جدا 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 من كولر. ليه؟ ان بيقول لك انا مش عاجبني، انا لو لعبنا بنفس الاداء دوت مش هيكون عاجبني في مباراه النهائي. اتكلم ان اللعيبه لازم تكون اكتر شراسه في انهاء الفرص، وده صح. امبارح النادي الاهلي راح 16 محاوله على المرمى منهم 3 بس صح. فده رقم 16 محاوله 16 محاوله منهم 3 بس صح، وسجلت هدف واحد بس. فده اللي كان ممكن تقول ان في انهاء الفرص مش موجود، انهاء الهجمه اللي اتكلم فيها مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي، وانا معاه في النقطه دي، ان هو بدا يحضر اللعيبه نفسيا. انت ازاي بتحضر للنهائي؟ انا بشوف ان التحضير النفسي بدا من امبارح من تصريحاته في المؤتمر، حتى كمان تصريحاته على نقطه محمد عبد المنعم لما قال ليا كلام معاه بكره، ده برضه نقطه من التحضير النفسي، ان هو ازاي بيشحن لعيبته معنويا خاصه في مثل هذه المباريات، مباراه بالتاكيد صعبه. وانا بتكلم ان المرحله دي محتاجه مرحله دعم، دعم من جمهور النادي الاهلي العظيم اللي دايما واقف ورا الفرقه، دعم من الناس كلها ورا يعني مش عايزين كلام بقى اللعيب انتقل مش عارف راح في حته، مدير فني جاي له عرض، ده مش وقته خالص. مش وقته خالص. نتكلم في اسبوع او اسبوعين عندنا مباراتين نقفل على الفرقه ونركز عشان ان شاء الله ربنا يكرمنا. باذن الله. طيب نقطه ثانيه مهمه جدا، عندك تعليق مثلا على فكره
خط الهجوم امبارح كان في تحرك ما بين حسين مع تاو مع كهربا، التمريره اللي عملها محمود متولي لحسين الشحات كانت جديده بالنسبه لنا، كنا دايما بنشوف التمريرات دي بتيجي من نص الملعب او من على الاطراف، لو تاو دخل للقلب وعمل التمريره الامام مثلا لحسين الشحات، امبارح شفنا برضو حاجه جديده شويه في الهدف اللي جاي بالنسبه لحسين الشحات. لو استعرضنا الهدف، هو مارسيل كولر يعني بيلعب طبعا بال 4 3 3، دايما بيدخل الجناح لجوه، دايما بيمدوا الملعب بالعرض وبعدين يمسك. الكره دي اتكررت كتير يا محمد، يعني اتكررت في ماتش الترجي، الهدف بتاع الترجي بيرسي تاو للشحات، اتكررت في كذا مباراه، بس امبارح اللي بيعملها محمود متولي، بص التمريره وجمالها لحسين الشحات اللي بيطلع لجوه، حسين بصراحه تطور في الفتره الاخيره، فيحسب لمارسيل كولر ان هو كمان وظفه ناحيه الشمال، احنا طول السنين اللي فاتت كنا بنشوف حسين الشحات بيلعب ناحيه اليمين، لكن ان انت توظفه ناحيه الشمال يعني جناح شمال ناحيه الوينج اللي هو ليفت انسايد فورورد بيخش دايما وبيكمل جوه المنطقه جنب راس الحربه، ده يحسب لمارسيل كولر. وبرده توظيفه لبيرسي تاو، بيرسي تاو مثلا كان في يعني كان مهاجم وهمي مع موسيماني، تحول الى رجع مكانه ثاني لجناح مع مارسيل كولر، فكل دي كل دي بصمات. كذلك مروان عطيه امبارح اخذ رجل المباراه، ومصطفى شوبير ما ينفعش ما ننساش من الكلام، يعني مصطفى شوبير بصراحه واحد من المكاسب اداك طمانينه، يعني مصطفى شوبير بادائه امبارح ان انت بقى عندك ثلاث حراس احسن من بعض وفي تنافس ما بينهم، وانا بطمنك على حاله الشناوي وعلي لطفي ان شاء الله الاثنين يكونوا موجودين جاهزين باذن الله النهائي، يبقى انت عندك ثلاث حراس على مستوى يعني عالي ان شاء الله باذن الله. عايز بس برضه يا محمد يعني اختم بحته الفرق اللي هي الانديه اللي هي هتبقى في كاس عام للانديه. اتفضل. انت عندك البطل دوري ابطال افريقيا ما بين الاهلي والوداد، اول حاجه عندك بطل اسيا، يعني لو شفنا بطل اسيا اللي هو اوراوا الياباني، بعد كده بطل اوروبا ما بين مانشستر سيتي وما بين انتر ميلان. اوكي. التحدي ده طبعا هيبقى بطل الدوري السعودي لان هو المستضيف، البطوله هتبقى من 11 قدامنا اهي على الشاشه، من 11 ل 22 ديسمبر. تمام. وبطل كوبا ليبرتادوريس لسه هم حاليا في دور المجموعات، وفي بطل دوري ابطال الكونكاكاف ده النهائي هيبقى ما بين ليون المكسيكي وما بين لوس انجلوس الامريكي. واوكلاند سيتي اخذ كالعاده دوري ابطال اوكيانوس. ده موجود في البطوله كده كده. يعني قبل ما تبدا بس المشكله اوكلاند ان هو بيكسر ارقامنا محمد، يعني انت بتتكلم ان احنا دايما عايزين نبقى النادي الاكثر تواجد في كاس العالم للانديه، بس تواجد اوكلاند عشان كرة ضعيفه قوي وما فيش غير النادي ده. سيب لهم حاجه يا دكتور احمد، مش مشكله. ما جاتش على دي. طب عايز اخد منك تعليق في ايجاز كده سريع بسرعه على رسم التسلل امبارح. اكيد متابع السوشيال ميديا وشايف فيه كلام كتير قوي، واللي كان بيقول لك استحاله يكون فيها تدخل عامل بشري ده جهاز، هو النهارده اللي بيقول لك ده رسمه الخط اتعملت غلط. تعليقك ايه على الجزئيه دي؟ هو الاول طبعا الهدف صحيح، انا شايف الهدف صحيح. الباك ليفت محمد شكري مغطي اصلا خالص، يعني باينه من غير رسم، ما اعرفش هم بيقعدوا ساعه عشان يحسبوا ليه. بس انا عايز اتكلم في نقطه محمد، في نقطه التحكيم دي نقطه مهمه جدا. اتفضل. التحكيم قبل كلاتنبرج حاجه وبعد كلاتنبرج حاجه خالص، ما اعرفش الناس ليه ناسيه او ان يعني طبعا ده اللي قدامنا الصوره اهي، ادي رجل محمد شكري اللي هو الباك ليفت يا جماعه الظهير الايسر ناحيه الشمال مغطيه خالص واضحه جدا. بس بتتكلم في نقطه ان حتى الاخطاء التحكيميه الموجوده في الماتشات، مش ماتش الاهلي، في ماتش مثلا الزمالك وبروكسي، ماتش فيوتشر والانبي اللي هو الزمالك والاسماعيلي كميه اخطاء، انا ما اعرفش بريرا فرق كبير قوي يا جماعه ما بين بريرا وكلاتنبرج، الناس لازم تتكلم في النقطه دي. كلاتنبرج كان اسم كبير، كان الناس اولا بيحاسب، بتشوفه بيطلع بفيديو يطلع ينتقد ويتكلم ويجيب الحالات التحكيميه ويقول كذا، احنا بنتكلم الكلام ده محمد والناس يعني الان النادي الاهلي متصدر الدوري، يعني انت مش بتتكلم مثلا النادي الاهلي الثاني او الثالث او لا متصدر، احنا بنتكلم عشان تحسين التحكيم في مصر. كانت الناس بتلومنا دايما لما بنتكلم بيقول لك اصل انت خسران دوري، ادينا بنتكلم هو احنا خسرانين الدوري واحنا كسبانين دوري كمان. انت بتتكلم ان بريرا ملوش وجود تماما، مفيش تصليح للاخطاء، فين الفيديو؟ فين الفيديو اللي بيعمله عشان نشوف الحالات تحليله للحالات التحكيميه ايه؟ فين العقاب والثواب؟ الحكم مثلا الكويس يقدر يديله ماتش كبير، تقدر تديله حاجه كويسه، الحكم اللي يغلط ازاي عاقبه؟ ده مش موجود، ليه الكلام ده مش موجود؟ مش هتلاقي، بياخدوا عاطل في بطل كله بيتوقف ويوم واثنين وتلاقيهم رجعوا ويقول لك بس لغايه لما نهدي الراي العام. واحنا برضه بنتكلم والنادي الاهلي متصدر الدوري، النادي الاهلي بيقترب من اللقب. باذن الله ان شاء الله. دكتور احمد ثابت انا بشكرك بجد على مداخلتك معانا، يمكن نورنا كده في شويه تفاصيل مهمه متعلقه بالارقام الخاصه بالاهلي تحديدا في الفتره الاخيره، واتكلمنا على التحضير للفتره اللي جايه في اطار الروتيشن اللي عمله بالتاكيد مارسيل كولر.